نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية حملة توعوية للحد من حالات الغرق لدى فئة الأطفال، وذلك بالتعاون مع مركز الطفل بمنطقة الجراين. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا سعود الكتبي. هنا في مركز الطفل في منطقة الجراين بالشارقة، وضمن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الحد من حالات الغرق، ها هي هيئة الشارقة للثروة السمكية وضمن مبادرة بحارنا ثروة تنظم هذه الحملة التي بدأتها بمحاضرة توعوية وتثقيفية عن كيفية التصرف عند مشاهدة أي حالة غرق، وبالتعاون مع مؤسسة أطفال الشارقة. ضمن مبادرة بحارنا ثروة التابعة لهيئة الشارقة للثروة السمكية، نظمت هيئة الشارقة فعالية بالتعاون مع مركز الطفل، واللي هي فعالية سفراء السلام المائية التي تسعى أنها توعي الأطفال عن مخاطر الغرق. الفعالية كانت تشمل محاضرة من قبل مدرب مختص، كما أن في تطبيق في المسبح، والحمد لله يعني ما شاء الله الأطفال وايد استفادوا وشفنا أقبال جدا جميل من الأطفال، وأهم شيء عندنا نحن أن نحن نفيد الجيل هذا بهذه المعلومات. وعي الأطفال واتباع الإرشادات والالتزام بالقوانين نقاط مهمة حرصت الهيئة على إيصالها للأطفال، وبجانبها التأكيد على تجنب دخول البحار والأحواض بدون مراقبة أو وجود شخص يساعدهم على مقاومة أمواج البحار أو عدم قدرتهم على السباحة. أتعلم على السباحة، إذا شفت ربيعي يغرق أخبر المدرب لأنه يجي يساعده. أسمع كلام المدرب وما أمزح ويا أصدقائي، وأركز ويا المدرب عشان ما أغرق. استفدت أن أحمي نفسي من الغرق وأحمي غيري من الغرق. هذا وبجانب تسليط الضوء على الاستدامة البحرية، تسعى هيئة الشارقة للثروة السمكية لتكثيف برامجها التوعوية المجتمعية ونشر المعلومات التوعوية الصحيحة وتعزيز الثقافة العامة. تقديم التوعية والإرشاد حول السباحة وإجراءات السلامة يسهم في الحد من حالات الغرق، لا سيما لدى فئة الأطفال، وهو ما تؤكده هذه الحملة. لأخبار الدار، سعود الكتبي، الشارقة.